أجمل تحية لكل متابعي قناة الخبير الفلكي والروحاني سينما. أقدم التوقعات الفلكية لمواليد الأبراج ابتداء من يوم السبت الحالي المصادف ل21 من شهر أكتوبر إلى الجمعة 27 من نفس الشهر. أهم التغيرات والتحولات الفلكية هو انتقال أشعة الشمس من مجموعة الميزان الهوائية إلى مجموعة العقرب المائية ليلة الأحد، وبذلك يمر مواليد برج الميزان بفترة خلو مسار تستمر إلى 3:12 من فجر الثلاثاء. إضافة لذلك انتقال كوكب المريخ إلى مجموعة الميزان الهوائية، وذلك فجر الاثنين، وعليه يمر مواليد برج العذراء بفترة خلو مسار تستمر إلى 5:15 من فجر الأربعاء. نضيف لذلك اقتران فلكي خطر ما بين أشعة الشمس وكوكب جوبيتر المشتري في مجموعة العقرب المائية، وعليه نتوقع حدث مهم أو موت شخصية بارزة. الصدارة للأسبوع الثاني على التوالي إلى مواليد برج العقرب، مع ارتفاع إلى كل من القوس، الحمل والأسد، وانخفاض إلى أبراج الميزان، الجوزاء والدلو. في بداية الأسبوع ستنخفض مؤشرات الثور، وفي وسط الأسبوع ستنخفض مؤشرات العذراء وترتفع مؤشرات الجدي، وفي نهاية الأسبوع ستنخفض مؤشرات السرطان وترتفع مؤشرات الحوت. الحمل يسعى للتغيير، الثور محبط، الجوزاء يبذل مجهود مضاعف، أما السرطان فكثير التوتر، الأسد يلتقي بالحبيب، والعذراء تزداد مصاريفه، الميزان عليه الحذر من الانفعالات، والعقرب قمة في النشاط والحيوية، أما مولود برج القوس فينتظر مفاجأة. الجدي يحصل على ترقية، والدلو تتوتر علاقته بالمقربين، أما الحوت فلديه لقاء مميز. مولود برج النمر الصيني يستنشق الصعداء، ومولود برج الظبي الهندي يسعد بصحبة الأحبة، وأخيرا مولود برج شجرة السرو الدرويدي عليه الاهتمام بصحته.